اختتم المؤتمر العالمي السابع للإفتاء بإصدار البيان الختامي الذي أكد على مجموعة من الأهداف أهمها تحديد ماهية وأبعاد التنمية المستدامة مع رصد التطور التاريخي لمفهوم التنمية وتحديد المفهوم الشرعي لها. نعم، كما أطلق المؤتمر ميثاقا إفتائيا لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك انطلاقا من الأصول الإسلامية الأخلاقية والفقهية والشرعية، وتعميقا للوعي بمخاطر ومشكلات ما نجم عن تغيرات المناخ على كافة الأصعدة والمجالات في الحياة الإنسانية. فاتوا برو، تطبيق يتيح إجابات موثقة معتمدة لكافة التساؤلات، خطوة دشنتها دور الإفتاء، تمثل بارقة أمل لمحاربة الأفكار المغلوطة والمحرفة عن الإسلام. وبعد فعاليات استمرت على مدار يومين، شهدت العديد من ورش العمل والجلسات، كانت الإشادة واضحة بعمق طرح الفكرة والتنظيم والتكامل بين الإفتاء والتنمية المستدامة. إن امتناننا لمصر وقيادتها ومؤسساتها وشعبها نابع من إعجابنا الشديد بما تقوم به مصر اليوم من نهضة شاملة وخطوات تنمية واعية وملهمة يمكن لأمتنا أن تهتدي بها وتنسجم على منوالها. وتأتي التوصيات لتكون منارة لمختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وترشد متخذ القرار لتمكين أهداف التنمية المستدامة. يهيب المؤتمر بالمؤسسات الإفتائية بضرورة العناية بالفتاوى المتعلقة بقضايا التنمية ومحاربة الفساد وتعزيز قيم الشفافية ومواجهة معوقات التنمية كالانفجار السكاني والجهل ونحو ذلك. يدعو المؤتمر الجهات المعنية بوضع المناهج الدراسية وتطويرها إلى تعزيز حضور قضايا التنمية المستدامة في الدرس الفقهي الشرعي في المعاهد والجامعات التي تدرس الموضوعات الفقهية والشرعية. وحمل المؤتمر إشادة بأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، إلى جانب استمرار مواجهة الأفكار الهدامة واستخدام وسائل التكنولوجيا لفتح مجال أوسع للتنمية. يدعو المؤتمر المؤسسات الإفتائية ومنابر الخطاب الديني أن تضع في قمة اهتماماتها دعم الاقتصاديات الوطنية المحققة للتنمية والتصدي لما يعرضها لمخاطر التراجع من الفتاوى المضادة، وهي أحكام شاذة ورؤى قاصرة لا تتسق أبدا مع المقاصد الكلية للأديان. يدعو المؤتمر الباحثين والنابهين إلى ضرورة التنقيب في تراثنا الفقهي عن كنوز النظر المستنير الداعم لمفهوم التنمية في كافة العصور. وحازت هيئة الإفتاء بسنغافورة على جائزة الإمام القرافي للتميز الإفتائي لمجهوداتها في التعاطي مع جائحة كورونا وإصدار الفتاوى والخدمات الشرعية التي تيسر على المواطنين أحوالهم. مبادرات وورش عمل انتهت إلى توصيات تمثل ميثاق شرف للمهتمين بالتنمية المستدامة، وتمثل أيضا رسالة للمجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته بإعادة الاتزان للنظام البيئي والاقتصادي والاجتماعي، وليستثمر في أهم مكونات هذا النظام الإنسان ليكون قادرا على أداء رسالته بعمارة الكون. حماد العربي، التلفزيون المصري.